الأستاذ المربي نبيه أبو صالح، رئيس قسم التربية والتعليم في بلدية سخنين. الثلاثاء القريب سوف تفتتح مدارس سخنين بجميع مراحلها. هل باعتقادك وحسب تصورك ومتابعتك، هل مدارس سخنين جاهزة لاستقبال طلاب سخنين؟ بداية نقول لك وللمشاهدين والمستمعين كل عام وأنتم بخير مع بداية السنة الدراسية، ونأمل لطلابنا سنة خير، نجاح وسنة مثمرة. نعم، الجاهدين على أن نفتتح السنة الدراسية بالشكل اللائق. هناك كانت بعض الترميمات في المدارس، كانت لنا جولة مع قسم الهندسي لهذا الأمر، وستكون لنا جولة غدا. أنا سأتجول على كل المواقع التي نعمل بها، إن كان ترميمات وإن كانت روضات وبساتين، وإن شاء الله نحن على استعداد أن نفتتح السنة الدراسية. هناك بعض الهمنات، هناك بعض الأمور البسيطة التي سنتابع بعد افتتاح السنة الدراسية عملنا بها، مثل مدرسة البيان. لربما نفتتح في 27 شهر مدرسة، ولكنها لن تكون جاهزة 100%. هناك بعض النواقص في الأثاث، التجهيزات، الغرف، المقاعد، الكراسي، كل ذلك، ولكن إن شاء الله خلال أسبوعين الأولين من افتتاح السنة الدراسية سنكون جاهزين. في مدرسة كذلك الحكمي جمال طلبي المدرسي، ساحاتها لن تكون 100% جاهزة، ولكننا سنعمل على أن تكون جاهزة بشكل أن يدخل طلابنا وألا يتأثروا من العمل هناك. كذلك مدرسة العين، هناك الملعب، سنعمل على أن يكون جاهزا، ولكن لن يكون جاهزا مع افتتاح السنة الدراسية. وهناك المصعد الكهربائي في المدرسة الثانوية، نأمل مع نهاية شهر أيلول أن يكون جاهزا لاستعمال الطلاب الذين بحاجة إلى استعماله. يعني بفهم من كلامك أستاذ نبي أنه يعني المدارس جاهزة بصورة كبيرة، نقول نعم نحن جاهزون. أستاذ نبيل تردد بالآونة الأخيرة على قضية يعني إلغاء المرحلة الإعدادية من المدارس في البلاد، ويقال إنه هذه المرحلة الإعدادية في الوسط اليهودي تكاد تكون معدومة. ما رأيك بهذا الحديث، وهل تؤيد إلغاء هذه المرحلة في مدارس سخنين؟ ناقشنا هذا الأمر طويلا في سخنين، وكانت هناك لجنة لمنح تعليمي جديد فوق ابتدائي، وكان من شعارات المطروحة في الانتخابات السابقة هو إلغاء الإعداديات والرجوع إلى أول ثامن وتاسع ثاني عشر لمرحلتين. وللأسف الشديد كان لي رأي في الأمر ولم يطاع لقصير الأمر كما تقال العرب، فأضعنا 3 إلى 4 سنوات ونحن نفتش عن هذا الأمر، وللأسف الشديد في النهاية لم نستطع، لأن الوزارة لا تعطي أن نعود إلى هذا المبنى. المبنى المتبع اليوم في العالم بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص هو مبنى الشوامل من أول إلى سادس ومن سابع إلى ثاني عشر. عملنا وخططنا في فترة سابقة على أن نكون في هذا المكان، يعني الشاملة نفس المبنى تحتوي على جميع المراحل من أول لسادس ومن سابع إلى ثاني عشر كمدرسة واحدة كغطاء واحد. للأسف الشديد لجان الآباء في حين اعترضوا لأسباب لا أريد أن أخوض فيها هنا، وبقينا على مدارس ثانوية ومدارس إعدادية. هذا هو المبنى، وأظنني أننا سنبقى في هذا المبنى في سخنين طالما الأهالي لا يقتنعون بمبنى الشوامل. وأنا شخصيا كإنسان أعمل في جهاز تربية التعليم، أنا كنت أميل للشوامل لأنها تعطي الجواب التعليمي، الجواب الاجتماعي، والجواب النفسي للطالب. هي تعطي كل هذه الجوانب وهو الأكثر شيوعا في العالم. بس أستاذ نبيه، يعني كيف أنه بالوسط اليهودي مقتنعين أنه هذه المرحلة أثبتت فشلها، وإحنا يعني عندنا بالوسط العربي بعد مش مقتنعين أنه هذه المرحلة يجب أن تلغى؟ أنا لا أعرف
إن كان في الوسط العبري أثبتت فشلها أو لا. في الوسط العبري ذكرت أن جل المدارس في الوسط العبري هي في الشوامل. يعني سابع لثاني عشر. الانقطاع وأن تعمل على ثلاث مراحل هو هذا الخطأ الذي نقع فيه بسخنين. فلذلك أنا سأعيد الكرة بعد الانتخابات إن شاء الله مع الإدارة التي ستكون إن شاء الله على أن نعيد فتح مجال أن نكون في شوامل أو ألا نكون في شوامل، لكي نصل إلى حقيقة أن يكون هناك مرحلتان وألا تكون هناك ثلاث مراحل. لأننا الإعدادية وحدها لا يكفي لنضوج الطالب لا تعليميا ولا نفسيا. فالأفضل أن يكون في مسار ست سنوات متواصل. أستاذ نبيه، يعني برضو سمعت أو توجه إلي بعض أولياء الأمور بالنسبة لقسم بالقسم الصناعي أو التكنولوجي بثانوية جمال طرابي، على أنه البلدية أو القسم التربية والتعليم يريد إلغائه أو تم إلغائه. ما حقيقة هذا الأمر ولماذا ألغي إذا تم إلغائه؟ هناك فرع هو فرع الميكانيكيات في المدرسة اللي نتحدث عليه عنه، وليس كل الفروع. فرع الميكانيكيات في المدرسة بالنهاية أن يكون هناك طلاب يتعلمون الفرع. لا نفتح فرعا لأجل أن نفتح فرعا، لا نفتح فرعا لأجل أن نفتح فرعا. نفتح فرع إذا كان هناك ميول للطلاب والطلاب يتسجلون بأعداد وفيرة. للأسف الشديد منذ سنوات عدة والوضع يزداد سوءا، حتى وصلنا بالنهاية إلى أن لا نقوى على أن نجد بعض الطلاب، 4 5 6 طلاب لفتح صف عاشر. فهذه الأعداد ليست كافية. وبناء عليه كانت لنا جلسة مع وزارة المعارف في قسم التكنولوجيا، وكان الاقتراح وكانت التوصية من الوزارة أن هذه الفروع هي فروع أولا لا تعطي للطلاب حقهم، ولا يوجد طلاب، الأعداد طلاب غير كافية، وبالنهاية هناك خسارة مادية على قسم التربية والتعليم في بلدية سخنين. فالأفضل أن نفتح فروعا تستقطب الطلاب وتجلب الطلاب إليها. وقررنا فتح فروع، إذا كان في مدرسة البيان الجديد سيكون هناك فرع ما يسمى بالميكوترونيكا للسنة القادمة، في مدرسة الحكمة هناك فرع جديد سيكون هندسة حوسبي جديد. إذا كان الطلاب ينوون أن يتعلموا بمسارات جديدة وهي مسارات محدثة، الأفضل أن يذهبوا. لو كان هناك أعداد طلاب في الميكانيكيات الحد الأدنى لكنا استمررنا في هذا الأمر. يعني الأمر متعلق بعدد الطلاب بفتح أو إغلاق أي فرع، لأن أعداد الطلاب هي التي تعطي الميزانيات للمدارس. فإذا كان هناك أعداد طبيعية تصلك الميزانية طبيعية، وإذا كانت الأعداد هي قليلة فالميزانية قليلة. وأنت تمسك بمعلمين كي يعلم، فلذلك الرواتب يجب أن تكون مقتطعة من الميزانيات، وإذا لم تكن هناك ميزانيات فماذا تفعل؟ صحيح. أستاذ نبيه، يعني بعد 35 سنة لك في سلك التربية والتعليم، يعني منها 14 سنة في كمدرس للغة العربية في ثانوية الحكمة جمال طرابي، و22 سنة في بلدية سخنين كرئيس قسم للتربية والتعليم، هل صحيح أنك ستذهب للتقاعد هذا العام كما يردد؟ في النهاية سأذهب إلى التقاعد، ولكن الذي يقرر، من الذي يقرر؟ الذي يقرر هو نبي أبو صالح. نبي أبو صالح أنا أقول له سخنين، لأن هناك معركة انتخابية ويقال هذا الأمر ويذاع أننا فلان سيخرج وسنضع فلانا وكل ذلك. نبي أبو صالح ما دام الرب وما دام الله يعطيني العون أن أكون في هذه الحياة أنا مستمر، وأنا أقرر متى أخرج من هذا الجهاز، وليس فلان أو علان في الشارع لغاية في نفس يعقوب. لا بصراحة أستاذ نبيه، يعني قانونيا وقضائيا يعني أنت تقرر، أنا أقرر، وحتى لو أنه يعني راحوا للقضاء مثلا، ما دمت قادرا أن أعطي
أنا موجود لسنة 67 في هذه البلدية. متى أخرج أنا أقرر. أنت تقرر وحدك يعني. وحدي أنا أقرر. و يعني اللي بوعد يعني وعودات انتخابية على حسابك هذا شأنه. هذا شأنه ولن أنظر إليه في هذه الحياة. لأنه لا يحترم الناس الذين يعملون في هذه البلدية. نحن نعمل لخدمة سخنين. وليست أماكننا هي مكان مساومة لفلان أو علان بغض النظر من أي طرف، بغض النظر من الذي يعد بهذه الوظيفة أو تلك. نحن مستمرون ونحن نعطي أهل سخنين. وأنا متى أشعر أنني أود أن أرتاح سأرتاح وسأقدم طلبي والمرهون بموافقة بالطبع وزارة الداخلية. في مرحلة من المراحل أكثر من مرة عرضت على رؤساء بلدية سابقين، ولربما عرضت على كل من عملت معه أن أخرج، لأنه كانت لدي فرص عمل أخرى. ولربما بعد الانتخابات تكون لي فرصة عمل أنا أطلب أن أخرج، ولكنني أنا مستمر حتى 67. وهذا القرار أنا مسؤول عنه وليس رئيس بلدية أو نائب أو عضو أو من يدعون أنهم يحلون محل الرئيس أو النائب أو العضو. أستاذ نبيه، كلمة أخيرة إلى مديرين المدارس، إلى الهيئة التدريسية، إلى المعلمين، إلى الطلاب مع بداية السنة. كلمة أخيرة نقول، في سنة 2006 حصلت سخنين وقسم التربية والتعليم على جائزة التربية والتعليم في الدولة. وهناك من ضحك في سخنين، قال كيف سخنين تحصل على جائزة المرتبة الأولى في الدولة؟ وقلت في حينه أن التربية والتعليم هي كالماء للحجر، تأخذ وقتا حتى النتائج تصل إلينا. والحمد لله منذ سنوات بدأنا نقطف الثمار بنتائج طلابنا وبتطوير مدارسنا، إذا كان في البنية التحتية، وإذا كان في مبناها التربوي والتعليم، وإذا كان في المناهج. نحن اليوم وفقنا إلى أن وصلنا إلى نسبة 65% لا بل أكثر في نتائج البقروت. أولا آمل أن نبقى في هذه النسبة وأن نزداد شموخا فيها، وثانيا هذا دلالة على عمل مثمر دؤوب للهيئات التدريسية في سخنين، للمدارس في سخنين، ابتداء من رياض الأطفال مرورا بالابتدائيات والإعداديات فالثانويات. فنقول للجميع يعطي الله الصحة والعافية للجميع، ونأمل أن نبقى على حين وعلى زمن من صعود النهضة والتطور في جهاز التربية والتعليم، لأن جهاز التربية والتعليم هو الكفيل الوحيد في تغيير وجه أي شعب على الكرة الأرضية. أستاذ نبيه، فاتني أن أسألك عن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الماتساب. يعني حسب رأيك ما هي الدواعي، ما هي الأسباب، وهل حقيقة كما يعني صرحت وزارة التربية والتعليم أنها يعني لا تريد علامات ولكن تريد تربية بالأصل؟ يعني التربية والتعليم، نذكر أولا التربية وبعد ذلك التعليم. أنا في تقديري يجب أن نؤكد دوما على التربية، نؤكد دوما على القيم، على الأخلاقيات، لأننا كمجتمع وصلنا إلى نتائج طيبة، وصلنا إلى العديد من الأكاديميين. إلى سخنين فيها أكثر من 1500 أكاديمي وكل الوسط العربي كذلك، ولكننا في تقهقر من ناحية اجتماعية بأخلاقياتنا، بسلوكياتنا، بعاداتنا. لذلك التربية تسبق التعليم. أنا أريد أن أصل إلى القمة في التحصيل، ولكن مع أخلاقيات، مع منظومة قيم. ولذلك هذا التنافس على التحصيل وعلى العلامات يخلق جوا ليس صحيا لمدارسنا. وأعطيك أمثلة كتبت في الصحف وعشناها ونتعايشها، أن بعض المدارس غيبت الطلاب الضعفاء حين كان متساب، وبعض المدارس أغفلت هؤلاء ووضعتهم جانبا حين امتحن الطلاب للمتساب، وبعض المدارس أعدت وأعطت حصصا من حصص الطلاب لإعداد الطلاب على امتحانات المتساب أو النمو والنجاعة إذا أردنا أن نقولها باللغة العربية. فنحن لا نريد أن نصل إلى أن نزور، لا نريد أن نصل أن نغش في الامتحان. أنا مع إلغاء الامتحان. أنت معك. وأنا مع إبقائه داخليا في المدرسة. كي
يعرف مدير المدرسة والهيئة التدريسية مستوى طلابه، فإذا لم تكن رقابة على المدير من الخارج والتباهي بأنني وصلت إلى الأعلى، فالمدير يعرف حقيقة مدرسته بشكل أفضل. أنا مع امتحان النمو والنجاح، ولكن أن يبقى داخليا، فهو مقياس، هو مقياس جيد، ويجب أن يأخذه مدير المدرسة والهيئات التدريسية على محمل من جد، ولكن بدون هذه الروح التنافسية التي تقتل، في حين نحن نعرف يعني يبقى داخليا لكل مدرسة ومدرسة للتقييم. وحتى وزارة المعارف اليوم تنظر بعين أخرى لامتحانات البقروت، وهناك حديث على أن تلغى امتحانات البقروت وأن تبقى على الموضع الأساس اللغات والرياضيات وفقط. لما؟ لأننا نصل إلى حقيقة كذلك هناك غش في امتحانات البقروت، هناك محاولة تغشيش كي نصل إلى أعلى المستويات. نحن نريد أن نصل إلى طالب مثقف، طالب واعي، طالب منتمي إلى مجتمعه، طالب يحب شعبه، طالب يحب بلده، طالب عزيزة عليه بلاده. أستاذ نبيه أبو صالح، رئيس قسم التربية والتعليم في بلدية سخنين، شكرا لك. شكرا لك، وشكرا لجميع المستمعين والمشاهدين، ونحن على موعد من افتتاح السنة الدراسية، إن شاء الله تكون خيرا علينا وعلى جميع شعوب الأرض.